السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض البيتي فور بطريقه سهله بسيطه ومش مكلفه خالص، تمام؟ بصراحه الطريقه هتعجبكم جدا. طب نسمي ونقول بسم الله. انا معايا كيلو من الدقيق يا جماعه، دي ده منخول، تمام؟ هنبتدي بقى هنحط ايه؟ هنحط السمنه. كيلو الدقيق هياخد نص كيلو من السمنه، تمام؟ يبقى كيلو الدقيق هياخد نص كيلو من السمنه. هنزل عليه بكوبايتين اتنين من السكر البودر، تمام كده؟ وطبعا همسك بقى السكر بالسمنه دي طبعا بالمضرب كده بايديكي اللي يريحك. فكيها الاول كده عشان المضرب بتاعك ما يبصي، فكيها وبعدين اضربي بقى بالمضرب كده لحد ما يبقى ايه؟ كريمي خالص كده، تمام؟ قالوا يعني خلاص كده وصلنا ايه؟ وصلنا للشكل ده زي ما انتم شايفين. شايفين السكر بالسكر بتاع دي السمنه كريمي خالص ازاي. هنبتدي بقى نحط معانا بيضتين، تمام؟ حاطه ظرف من الفانيليا، تمام؟ اهو، وهنقلبها بقى كويس كده، ندوب بقى البيض خالص كده مع السمنه ومع السكر لحد ما البيض يختفي خالص. عدي بقى حطيت ايه؟ رشه ملح صغيره خالص وحاجه بسيطه قوي برضو من البيكنج باودر، تمام؟ وهقلب كده كله ببعضه. نيجي بقى خلاص بعد ما دوبنا بقى البيضه خلاص اختفت خالص، هبتدي انزل بقى بالدقيق واحده واحده كده، تمام؟ اهو واقلب واحده واحده واقلب. هلمي بقى الدقيق بتاعنا كده، تمام؟ وهشوف هياخد دقيق مني قد ايه. زي ما قلت لكم الدقيق اللي انا ناخله ده كيلو يا جماعه، تمام؟ اهو، بس طبعا الدقيق بيختلف من نوع لاخر طبعا على حسب نوع الدقيق. كده خلاص العجينه بتاعتنا زي الفل زي ما انتم شايفين اهو. هنبتدي بقى نجيب المكنه بتاعه البيتي فور ونبتدي بقى نكور قطعه قطعه كده زي ما انتم شايفين معايا، تمام؟ ونبتدي ايه؟ نحطها في المكنه ونشغلها طبعا، ونعمل بقى الاشكال الجميله بتاعه البيتي فور الحلوه دي. بنبتدي بقى نشغل المكنه بتاعه البيتي فور زي ما انتم شايفين كده الاشكال الجميله دي. شايفين الشكل الجميل ده؟ بصوا بقى الشكل الورده الجميل ده، تحفه. بصوا الشكل التاني بقى شغال جميل برضو خالص ازاي. المكنه بتاعه البيتي فور فيها اشكال كتير بقى، انت براحتك بقى اعملي الشكل اللي يريحك، تمام كده. هخلص بقى وطبعا هشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، تمام؟ ونشوف الجمال ده بعد ما يطلع بقى. بصوا بقى البيتي فور بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، بسم الله ما شاء الله الاشكال خطيرة. شايفين الجمال ولا السوى؟ تحفة. شايفين يا حبيبي الجمال اهو؟ شايفين السوى عامل ازاي؟ حاجة كده بجد خطيرة. شايفين؟ بسم الله. شايفين الجمال كله بصراحة جميل جدا ما شاء الله. ده سواها، تمام؟ لزقي بقى زي ما انت عايزة بقى، اعملي بالشوكولاتة هنلزق مع بعض طبعا دلوقتي، تمام؟ هل عندك مرأي نوع مربى؟ عندك شوكولاتة سيحيها، شوكولاتة خام تسيحيها، مفيش مشكلة، تمام؟ هنعمل دلوقتي حالا مع بعض. حبيت اوريهولكم بعد ما خرج من الفرن عامل ازاي. هنا بقى معانا للبيدي فور، معانا بقى مربى للتلزيق طبعا، معانا شوكولاته خام وانا مسيحاها، معايا جوز هند، معايا فرماسيه، معايا سوداني مبشور على لوز، يعني حبه مكسرات كده ايه مبشورين، تمام؟ هنلزق بقى، نبتدي بقى نعمل ايه البيدي فور بتاعنا. بصوا بقى يا حبايبي، انا اخدت كل حاجه جبا وقعدت على الترابيزه كده وقعدت ايه الزق كده مع نفسي عشان حسيت ان انا هطول عليكم، تمام؟ زي ما انتم شايفين، شايفين ده الشكل النهائي للبيتي فور بتاعنا. بصراحه حاجه كده فاخر من الاخر. شايفين الجمال؟ ليه يا جماعه نشتريه بالغالي لما نقدر نعمله في البيت؟
وبأقل أقل التكاليف، وحاجة نظيفة وسهلة وبسيطة. شايفين الجمال؟ وعلى قد الإيد. شايفين؟ وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد. سلام عليكم.